هنعدي سريعا بقى على الحاجات المهمة في المحاضرة الثالثة. هي بتتكلم عن التايبس بتاعة الميكروسكوبس، طبعا مش مهمة. المهم فيها الكونسنتريشن ميثودز، الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعة كل واحدة. اول حاجة انا عندي الميكروسكوب، عندي نوعين، عندي كومباوند. الكومباوند ده بشوف بيه البارازايتس اللي انا ما اقدرش اشوفها بالنيكت اي او بالعين المجردة. عندي دايسكتنج، ده ببدأ اشوف فيه الديتيلز بتاعة البارازايتس اللي انا بقدر اشوفها بالنيكد اي او بالعين المجرده. تمام، ده معلومات كده كنا واخدينها اصلا في سنه اولى في الهيستولوجي. تمام، عندي بقى اول حاجه عندي في الميثودز هي الدايركت فيكال سمير. تمام، ان انا باخد العينه بتاعتي وببدا اشوفها تحت الميكروسكوب. طيب الادفانتجز بتاعتها ايه؟ ان انا بقدر اشوف فيها اي موتايل اورجانيزم، اي اورجانيزم بيتحرك ممكن اشوفه. ببدا ان انا اشوف البروتوزوا وبتبقى عمليه سريعه، كويك بروسيس، ده الادفانتجز. يبقى سريعه بشوف بيها الموتايل اورجانيزم، واحيانا بشوف بقدر اشوف بيها البروتوزوا. طيب ديس ادفانتجز بتاعتها ايه؟ اول حاجه ان كل ما العينه كل ما كان حجمها صغير، ان انا باخد سامبل من او عينه صغيره وابدا افحصها، ده بيقلل لي عدد الاورجانيزم اللي فيها، فبالتالي السمول سايز بتاع السامبل بيليمت اتس يوسفولنس. هحتاج ان انا اخد كل شويه من العينه جزء 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 عشان ابدا اشوف عدد الاورجانيزم او الاورجانيزمات اللي موجوده فيها. تمام، طيب هي حجمها صغير فبالتالي عدد الاورجانيزم اللي فيها صغير، ممكن اصلا الجزء اللي انا خدته ما يبقاش فيه اورجانيزم، فده ممكن يديني ان اكيوريت ريزلتس او اللي احنا بنقول عليها الفولس نيجاتيف ريزلتس، يديني نيجاتيف بس هي مش نيجاتيف، ده الجزء اللي انا اخدته عشان افحصه ده هو ما فيهوش الاورجانيزم بتاعي، فعشان كده عطاني الفولس نيجاتيف ريزلتس. يبقى المهم بتاع الدايركت سمير ان انا اعرف الادفانتجز والديس ادفانتجز. ادفانتجز ان هي سريعه، ببدا اشوف بيها، اقدر اشوف بيها الموتايل اورجانيزم، بقدر كمان اشوف فيها البروتوزوا. العيوب بتديني ان اكيوريت ريزلتس، ممكن تديني فولس نيجاتيف results. السمول سايز بتاع السامبل بيقلل لي اليوسفولنس بتاعتها، بيقلل لي الفايده بتاعتها. بعدين عندي الفيكال كولكشن، ازاي بعمل لها كولكشن؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه في اول محاضره. تمام، ازاي البروسيجر بقى؟ ازاي بجهز الدايركت فيكال سمير؟ ان انا ببدا احط اماونت من الفيزز بتاعتي على الجلاس سلايد، على السلايد بتاعتي، وابدا احط عليها نقطه من السلاين وابدا اخلطهم ببعض وابدا اشوف الاورجانيزمز بتاعتي تحت الميكروسكوب. يبقى ده ازاي بعمل الدايركت فيكال سمير. بجيب سلايد احط عليها عينه من الفيزس واخلطها بنقطه او دروب من السلاين وابدا اعمل لهم ميكستشر، اخلطهم ببعض وابدا اشوفها تحت الميكروسكوب. يبقى ده الدايركت فيكال سمير. ممكن يبقى حاجتين، ممكن العينه بتاعتي تبقى ويت ماونت، يعني ممكن تبقى وهي ويت زي ما هي، وممكن ان انا اعمل لها دراينج الاول، ان انا ابدا اجففها الاول وبعدين ابدا اشوفها. اول حاجه الويت ماونت تكنيك، ان انا ببدا احطها على السلايد بتاعتي. تمام، وافحصها زي ما هي كده وابدا اشوف فيها التروفوزايت بتاعتي. طيب ممكن اسبغها؟ ممكن اسبغها، عندي صبغتين ممكن استخدمهم، عندي الايودين، والايودين ده بيديني لون دارك اورنج براون كلر، وعندي الميثايلين بلو، ده لما بستخدمه بيديني الاورجانيزم بيبقى على خلفيه زرقاء، بيبقى عندي الباك جراوند بتاعتي بتبقى بلو. يبقى الدايركت فيكال سمير عايزه اعرف الادفانتجز والديس ادفانتجز، عايزه اعرف ان هي ممكن استخدمها ويا العينه ويت زي ما هي، وممكن اعمل دراينج للعينه الاول ان انا بجففها وابدا بعدين استخدمها. الويت ماونت بستخدم صبغتين، ممكن استخدم الايودين وده بيديني دارك اورنج براون كلر، ممكن استخدم الميثايلين بلو وده بيخلي الاورجانيزم موجوده على خلفيه زرقاء. تمام، عندي الدراي ماونت، الدراي ماونت تكنيك ده ان انا ببدا امررها على هيت. تمام، فبالتالي اسمح لها ان هي يحصل لها دراينج، ان هي تبدا تجف، وبعدين ابدا اصبغها وابدا اشوف فيها الاورجانيزمز بتاعتي. طيب ايه اهميه الدايركت فيكال سمير؟ اهميتها ان انا ببدا اشوف بعض البارازيتك ديزيز زي الاسكارييزس، زي الهوك وورمز، زي الويب وورمز، وابدا اعمل لها دايجنوزس. تمام، عن طريق ان انا بلاقي اللارفات بتاعه الهلمنسس دي او الاكز بتاعتها. بعض البكتيريا ديزيز برضو ممكن اشوفها بالدايركت فيكال سمير، وكمان ده بيبقى كويك سكريننج تيست عشان ادور على او ان انا اشوف بيه اي انتستاينال بارازايت. تمام، يبقى ده بالنسبه للدايركت فيكال سمير، اعرف ادفانتجز والديسادفانتجز واهميته، والويت ماونت تكنيك بستخدم فيها اي صبغات، وبعمل الدراي ماونت، الدراي ماونت تكنيك بعملها ازاي. ده بقى الجزء الاهم، جزء الكونسنتريشن تكنيك.
عايزه اعمل كونسنتريشن للعينه اللي بتاعتي، اركز اعمل لها تركيز. يعني ايه؟ يعني ان انا ازود عدد المايكرو اورجانيزمز عندي عشان اقدر اعمل ديتكشن كويس. عندي تو ميثودز، عندي نوعين، عندي سيديمنتيشن ميثود. سيديمنتيشن يعني ترسيب، يعني الاورجانيزم او الحاجه اللي عندي هتترسب تحت في القاع. وعندي فلوتيشن ميثود، ده ان هي هتطفو على السطح. تمام. يبقى انا عندي كونسنتريشن بتتقسم لحاجتين، يا اما سيديمنتيشن حاجات هيحصل لها سيديمنتيشن هتترسب في القاع، يا اما حاجات هيحصل لها فلوتيشن هتطلع فوق السطح. المفروض برضو هعرف السيديمنتيشن زي ايه وايه، والفلوتيشن زي ايه وايه، وكل واحده فيهم لازم اعرف الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعتها. يبقى ده اللي يهمني في الكونسنتريشن ميثود، اهم من ان اعرف الميثود عباره عن ايه. تمام. طيب احنا قلنا الكونسنتريشن ميثود من اسمها يبقى فايدتها ان هي بتعمل لي كونسنتريشن، يعني بتركز لي عدد الاورجانيزم، يعني هتماكسمايزز النمبرز اوف اورجانيزم، هتخلي لي عندي اكبر عدد من الاورجانيزم اللي هو ممكن يبقى قليل قوي. لو انا جيت اعمل له دايركت فيكال سمير، جيت اشوفه تحت الميكروسكوب دايركتلي. ففايده الكونسنتريشن ميثودز اول حاجه ان هي بتخلي لي عندي اكبر عدد من الاورجانيزم عشان اقدر اشوفها. تمام. الديس ادفانتجز ليها عيب واحد بس، ان هي بتعمل لي ديستروينج للتروفوزايت ستيج، يعني اي بارازايت هيبقى عندها التروفوزايت هي الدايجنوستيك ستيج بتاعتي مش هبدا اشوفها كويس، عشان الكونسنتريشن تكنيكس دي بتعمل لي ديستروينج للتروفوزايت ستيجز. تمام. يبقى ده الكونسنتريشن. يبقى فايده الكونسنتريشن بيعمل لي ماكسمايزنج للنمبر اوف اورجانيزم، ديس ادفانتجز ان هو بيعمل ديستروينج للتروفوزايت ستيجز. طيب نيجي بقى، احنا قلنا الكونسنتريشن يا اما حاجات تعمل سيديمنتيشن، حاجات يحصل لها سيديمنتيشن تترسب، يا اما حاجات يحصل لها فلوتيشن. اللي بيحصل لها سيديمنتيشن تترسب تحت الحاجات الثقيله زي الهيفي ايجز، زي بتاعه الاسكاريس، الاوبركيوليتد ايجز بتاعه بعض الترماتودز، اللارفا زي الاسترونجلويدس استير كوراليس، وزي السيست. طيب ايه اللي هيحصل له فلوتيشن؟ النون اوبركيوليتد ايجز زي الشيستوزوما، الايج بتاعه الشيستوزوما، زي السيستودز وزي النيماتودز، وبعض السيستس دول بيحصل لهم فلوتيشن. حاجات بيحصل لها سيديمنتيشن وحاجات بيحصل لها فلوتيشن. نيجي بقى للحاجات اللي بيحصل لها سيديمنتيشن. هما عندي تو ميثودز، هنتكلم عن ميثود واحده بس اللي هي الموديفايد فورمال ايثير سيديمنتيشن، دي المهمه. الادفانتجز ده من بتاعه اللي بتعمل سيديمنتيشن. تمام. يعني بتعمل ترسيب تبع، احنا قلنا في حاجات بتعمل الكونسنتريشن يا اما يحصل لها سيديمنتيشن يا اما يحصل لها فلوتيشن. المفروض اعرف مين تبع السيديمنتيشن ومين تبع الفلوتيشن. اول حاجه في السيديمنتيشن انا عندي اتنين، هتكلم عن اول واحده اللي هي الموديفايد فورمال ايثير سيديمنتيشن. الادفانتجز بتاعتها اول حاجه ان هي سريعه، ممكن السامبل الواحده ما تاخدش في ايدي 5 دقايق واكون خلصت. برود سبيكترم، ببدا اتعرف فيها على كذا حاجه، ابدا اتعرف بيها على الاوفا، على السيست، على اللارفا. كمان معظم البارازايتس المورفولوجي بتاعها بيبقى واضح قوي او سهل ان انا اعمل له ايدنتيفيكيشن. يبقى ده الادفانتجز بتاعه اول ميثودز عندي اللي هي الفورمال ايثير سيديمنتيشن ميثود او سيديمنتيشن تكنيك. تمام. طب ايه الديس ادفانتجز بتاعتي؟ اول حاجه لان انا هحتاج استخدم كذا بيس من العينه اللي عندي، فبالتالي ده الموضوع كده مش هيبقى سهل. البريبريشن بتاعتي او العينه بتاعتي بيبقى فيها بعض الدبرس، ده برضو بيخلي الموضوع مش سهل ان انا ابدا افحص او ان انا اشوف الاوفا او السيستا او الحاجه اللي انا بدور عليها بشكل كويس. عندي الفورمالين اللي انا مستخدماه في العينه بيبقى ايريتنس، بيعمل لي ايريتيشن للعينه اللي عندي او للاورجانيزمز اللي موجوده عندي. الهايمينوليب بسنانة والفاشولا سبيشيز مش بقدر اشوفها كويس او مش بيحصل لها كونسنتريشن كويس. يبقى الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعت الموديفايد فورمال ايثير سيديمنتيشن مهمة. نيجي للحاجات بقى اللي بتحصل او اللي بتعمل فلوتيشن. عندي حاجة اسمها الساتوريتد سولت سوليوشن تكنيك، دي رخيصة، سولت بستخدم فيها ملح فهي رخيصة، وببدأ تعمل كونسنتريشن للنيماتودز اوفا كويس قوي. طيب الديس ادفانتجز بتاعتها ايه؟ ان هي مش بتعمل كونسنتريشن للسيست، فبالتالي هيجي يظهر بعدها حاجه تكنيك تانية هتعمل لي كونسنتريشن للسيست. يبقى الساتوريتد سولت سوليوشن تكنيك ات دازنت كونسنتريت السيست. ساتوريتد مش بتكونسنتريت السيست، بتكونسنتريت النيماتود اوفا وبتبقى رخيصه. يبقى ده الادفانتجز والديس ادفانتجز. طلع لي حاجه بقى احنا قلنا عندها مشكله في السيست، هتيجي بقى هتعمل لي الشيزر شوجر سوليوشن تكنيك، ده تبع الفلوتيشن بيخليها تطفو. ده هيعمل لي بقى النيماتود ايج والبروتوزون سيست، هنا السيست اهي، ادينا نعمل لها
concentration السيستس بتاعت البروتوزون والاجز بتاعت النيماتودز. الديسادفانتجز ان انا عندي التريماتود والسيستود اكس مش بيحصل لهم ديمونستريشن كويس، مش بقدر اشوفهم. اللارفا بتاعت النيماتود برضو مش بقدر اشوفها. يبقى الساتوريتد سولت سوليوشن ادفانتجز ان هي رخيصه وبتكونسنتريت النيماتود اوفا. الديسادفانتجز مش بتعمل لي كونسنتريشن للسيستس كويس. طلع لي الشيذرز شوجر سوليوشن تكنيك لقيتها ان هي بتعمل لي السيستس، بتبدا تعمل معظم السيستس بتظهر لي كويس، وكمان الاجز بتاعت النيماتود. طيب الديس ادفانتجز ان اللارفا بتاعت النيماتود مش بتظهر كويس، مش بيحصل لها ديمونستريشن كويس. الاجز بتاعت الفلوكس اللي هي التريماتودز والاجز بتاعت التيب ورم اللي هي السيستود برضو مش بيحصل لها كونسنتريشن كويس. طلع حاجه بعد كده اسمها الزنك سلفيت سنتريفيوجال فلوتيشن تكنيك، اكتر حاجه تبع الفلوتيشن، خلاها تطفو على السطح. تمام، التكنيكس عندنا مش مهمه. الادفانتجز بتاعتها ان الزنك سلفيت او التكنيك دي بستخدمها عشان اقدر اشوف بيها البروتوزون سيست والهيلمنسز اكس والاكس بتاعت الهيلمنسز، ببدا اشوف بيها البروتوزون زيها زي اللي قبلها الشيزرز، كنا الشيزر شوجر كنت بشوف بيها البروتوزون سيست. تمام، طيب عيوبها ايه؟ ان انا عندي اللارج تريماتود اج وبعض التيب ورم اج اللي هي السيستود اج مش بقدر اشوفها كويس، او مش بتقدر ان هي تعمل لها سيدمنتيشن او كونسنتريشن كويس. فانا عندي في التكنيكس المفروض اعرف الامبورتنس او الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعه كل ميثود منهم.